مشروع شقة قرن وحسبي هانا نور كيني هل أبور مهم وها قرن ورنتي أن سود ويني دلني ردنا نور كيني نفائدة ويهاي أو كإيمان كرتو إن دلني ردو أي كويد ديلا توين دلكو شقة كيلي كران وحو كدن بيي فرح موين يفضل أحد وحانوها مشروع كلية حكومة دالة بترسيتي أكو فاني كريسي مددها أي توقتي تلاذا قرن مشروع دلني ردي كقيب كشي اللو عربيي ويلالي يقبل أبا بلانغات كوحوها أفرت بغولي كالمود الشركة دو قادنة سيشقالاها إني نقونا يان عدي كلية تي كقيب كلاي يدو مدحوينوه بلانغاتي عدة شغلة حريصتنا يا هايان دلني ردا نصيب دره وحشالي صوب حي صور كنبتها سو مال لان ما تكترى هي النظام كعدالة ديد سنانيد حكومة دو كل مية كوهو قامين سو مال لان أفر تي بقول إيه دلني ردا ها وحلقات سدح بقوله كميدا هل كبقول كرنا أي حكومة دو مدحتوه دو كسو قرطي يدو يتحان كيلي جيجيرو جامعة دهر جيسا aya boqol kamida oo kamida ah dhalinyaradii shaqo qaran ee aan soo marin jidka iyo wadada saxda ah ee aan u soo samrin saddexda bilood ee carbiska socday duruufihi dugsiga tababarkay darar weyn ay dhalinyaradan u soo martay in boqol dhalinyara oo guryahooga joogay oo sariirahooga hurday oo buuxin shuruudihi shaqo qaran in laga dul galiyay taasina waxay muujinaysaa xukuumadda عدالة سمين كروي ذي أفر بقوله ده اللي يراه سديبي يقول عدالة سمين كرتها أفر مليون أورير سو ماري لانه وسؤال شيء سويتين تمضى ده اللي يراه داس أو نكحنا هاي وحنا نو أرجنا إن هلك هاي كسب بحذي مسق ما سق وين أو ده اللي يراه ده لو كلا حري سن الآن بقول كانا بده حتى ده لو قرر حكومة دولة تانا أنا هين كوي حق أقولها ما دام وانا كم ذا هين للي يريد برنامج كا شقق قرن للي يريد سومال لان مركه هو واحد درس ليه هندروفه نولاد شقق العانات إيه يدي ديلا درو حكومة دي كل مية يسحقي وسوي ما للي يريد كل كده تن ما أنت شرتاء آه إن للي يريد أنا لقد دول قليينا ومسو شرتي مدة ذا بقى كل مية دل كم عمره يبقى شقق الله مصنعي عدالة لو دتك لو ما قادري لأن يرودون إتحاك وما يترتمي وحوم ما يمركه ربع هاي كدول جلس قال لقيح شون كروا يا ما أنت إيه ولا لك صار نحب هاي إلا بضع قوة بضع بضع إتحان إيه منا حكومة ضوضة تو منا وهاكي عدالة ده أي وحويان أي كسر بحلي وحنا نو أنو مركه ربع أوجين أو أنو إيه بضع كهذا الله إيش قوين خلاص النار dhalinyaradii ka timi sool iyo sanaag ee gobolada durugsan ka yimi markii hore waxa barkood lagu yiri imtixaanka 27 baad dib loo dhigay markay dib u noqdeen inay ilaahay soo tababushaystara imtixaankii 22 kadib baa la qaaday taalaftigeeda iyadaan aanu arkin inay ku tahay jab iyo waxaana dhalinyaradu mudnayn oo aanay geeyin boqolkan ka daba yimina waxa muujinaya in aan dalkan cadaalad iyo sinaan xisbi kulmiye aan ku maamulay شركه اللفتي كيدنا وحار اوغنا ددك شيل هولدرسكا كا اني هي دد مدحتويده كدوب او كاميدا وينو غراناينا نظاميه سد بورسيغوا جيتكا اي مران دلكن مصالحيه بدن با سو مراي وينو غراناينا تاريخودي هلكي كو دنبيه وحانو مده او شيغينا اناني ان دقينين مالين بنينكا جوغا انت كا اغدو انو اوغا سد بريو انت كا لهرير سومالي لكن عدالة بدونية سنان بدونية ولا لين بدونية وده شر بدونية كل مية تدك لكن وكوه جامينية انت عم تدمع وحن يجنا هل كان عرضي وأقون صنع هنا يهين أفرت على نير شلي تولك هل قرين كروي فول حمضة على ذلك عدالة هذا كان عضي يسد الله ما ملش قرن إن أفرج سيه أجاسمها إريي ayru waxaan ka saaray mashruuc shaqo qaran waxa ay ahayd markii horeba inuu keeno dhalinyaro u sima shaqada oo boqolka madaxtooyada laga keenay inuu diideeyay marse hadii ay boqolkaasi seegtay inuu arada kula dhaco afarta runta sheegay ma nafile
waxaan ugu baaqayaagaas imaha laftigiisu mashruucii ugu horreeyey loo dhiibay ee xukuumadda ay ku faanlayd maadaama uu fashilmay isaga laftigiisu hor inuu fashilmay uu sacsiro afartaa dhallinyarada ahina waxay ka hadleen xaq waxay sheegeen run runtuna waa way macaan tahay lamana diido ee waa la aqbalaa oo waxbaa lagu hagaajiyay intana waa intii afarta wariye lagu xidhay ee xorriyadda lagaga qaaday afartaa wariye laftigooguna waxay guteen waajib qaran shaqaday soo gudbinayeen iyo shaqooyinka loo baahan yahay waa kuwa dhallinyaradana waxaan ugu baaqaynaa inay cadaaladda u midoobaan iyo sinaanta inaanay marnaba aqbalin in lagu kala sooco deegaamo iyo waxa weeye gobollo oo aan loo kala abtirin soomaalilan dhexalkeedanay dhallinyaradu leeyihiin xukuumaddana cod dheer waxaan ugu sheegaynaa haddii idinu cadaalad samayn kari weydeen 400 oo dhallinyaraa soomaalilan sidee bay idinugu cadaalad samayn karaysaa low yacaddo ilaa laas qoray sidee loogu cadaalad samayn karaa waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkaasi uu fashilmay dhadana roob noqon weyday xukuumaddaanu gacanteeda ku dhintay dhallinyaraduna rajadii ee qabtay shalaa la aasay oo lasoo afmeeray ma aqbali doono dhacdooyinka noocaasa dhallinyarada soomaalilana waxaan ugu baaqaynaa cadaalad bayna deeqdaa sinaan bayna deeqdaa